هذه للشعب السعودي اللي قال الجزائريين ما همش مسلمين وما عندهمش حضارة وكفار وحطوا بزاف على كل حال. هاوليك طفل المعجزة. عندكم واحد هكذا معجزة ولد صغير يصلي بآلاف؟ عندكم ولد صغير حافظ القرآن كامل ويصلي بالآلاف وما تجاوزش عمره 8 سنين؟ اللي تقولوا الجزائريين كفار؟ زوج دقائق نزيد لكم واحد اخر. هذا طفل صغير. ابني لماذا تقرا؟ وما الذي يدفعك للقراءه وانت ما شاء الله في جزائري مبكر جدا؟ اقرا لاتعلم، وانا تلميذ احب القراءه كثيرا لان القراءه ضروريه لحياتي الفكريه كالطعام الذي اكل والماء الذي اشرب والهواء الذي اتنفس. انها غذاء العقل والفكر، وهي فريضه اسلاميه وليست من الكماليات كما قال الاديب عباس محمود العقاد. ولان فريضه اسلاميه، احنا جهال ولا انتم اللي جهال؟ انتم اللي عندكم الدعاة تاعكم اللي نفاو كلش وما هضروش على القدس. ترامب قال انتم تطبقوا، وكي الجزائر دارت هذيك التصويرة سبيتوا الشعب الجزائري كله وقلتوا باللي كفار. الكافر ما يخرجش ولد صغير في عمره 8 سنين يصلي في جامع كبير وإمام وحافظ القرآن الكريم، وما يخرجش واحد راح الإمارات وعطوا له الجائزة الأولى للقراءة العربية الفصحى، وما يخرجش واحد في عمره عامين ينطق بكلمة بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ سورة الكهف كاملة. عندكم انتم هذه؟ ما عندكمش. يعني لو كان تبلعوا فمكم خير، باسكو يقول لك ما تدير الخير، دير الخير في الغير قبل ما تديره في نفسك، هذه هي علامات المسلم. بصح انتم تديروا الخير في نفوسكم قبل ما تديروه في الغير. الاسلام يقول لك صدق الجارك، وانتم جيرانكم راهم في حرب، القدس تخليتوا عليها، الفلسطينيين تخليتوا عليهم. فلسطين، القدس عاصمة فلسطين وانطلقت من الجزائر، كان أبو عمار الله يرحمه، ياسر عرفات اللي ما يعرفوش. انتما هادو ما تعرفوها، زعما انتما حماة الاسلام.
بصح انتم ماشي حماة الإسلام، انتم حماة نفوسكم، انتم طغاة، انتم ما عندكمش كرامة، انتم سجنتوا ناس باش تديو لهم دراهمهم. حبيتوا تقطعوا الحج والعمرة، ها قطعوها، ربي يخلصكم، ربي يخلصكم في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. والشعب السعودي يدور عليكم إن شاء الله، يشوفكم على حقيقتكم يا طغاة، يا اللي مديتوا إيديكم لإسرائيل، وكان قناة عربية في إسرائيل. منكم أنتوما؟ أنتوما اللي أعطيتوا لهم الضوء الأخضر، أنتوما والصهيوني هذاك الكلب الكبير تاع زايد ابن زايد، اللي قاتل فاميلتو. باسكو كي نروحوا ليستواغ نلقاوكم نتوما قاتلين، هما قاتلين، والسيسي قاتل، كلكم كفار، كلكم طغاة، كلكم تتحاسبوا. تقولوا على الجزائريين كفار، احنا درنا هذيك التصويرة باسكو نتوما رحتوا للماريكان والسوديس قال احنا من اكبر كدا وكدا، واحنا مع الماريكان خاوة، وستو تخاويتو مع الاسرائيليين. احنا طبقنا واش قال السوديس، السوديس قالها، احنا طبقناها، احنا ماناش ضد الشعوب، شعوب ما دارنا والو. الشعب السعودي على الراس، الشعب المصري على الراس، الشعب المغربي، اي شعب، الاماراتي، التونسي، نحبوهم في الله، نحبوهم كي خاوتنا، بصح نحبو الفلسطينيين كتر وكتر، لان القدس راهي مازالها محتله. بصح انتوما نكرهوكم لانكم جبناء، بعتوا الدين، بعتوا الاسلام، بعتوه وبعتوا شعوبكم. انتم طغاة، كل رؤساء المسلمين طغاة، كلهم يعمروا جيوبهم. وهي لازم تبدأوا بشعبكم قبل ما تبدأ بجيبك. انت يا بن سلمان شاري طابلو تاع 95 مليون، شاريه ب450 دراهم الشعب، شاري بابور تاع 350 ب550 زعما باش توري بلي عندك دراهم تاع الشعب، شاري فيلا هما يقولوا ب300 مليون، وانا كي قريت لقيتها ب200 مليون، دراهم الشعب. وبن زايد شريف هنا في الانجليز بدراهم الشعب، سيسي دراهم الشعب، وقتال، كلكم، حتى الجزائريين الحكام شاريين في فرنسا، في سويسرا، وفي اسبانيا، وفي كلكم، كل رئيس ولا حاكم شاري على برا طاغي، دراهم شعبه، ما يسالش فيهم. الشعب هذاك دار فيك ثقة، وكل برلماني حر لازم يهدر. درت لكم فيديو على البرلمان الألماني كيفاش خرج ميركل من القاعة، حتى ولو كانت هي رئيسة البلد خرجها البرلماني، قالها خرجي برا وهضري، ولا روحي لداخل لاخر الصلاة وهضري. بصح حنا ما عندناش هادي، حنا الحكام تفوه عليكم.